واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا فيك. من الالعاب اللي ما حد يلعبها غيري، انا اعرف ما حد يلعب العاب غيري اصلا. لعبه لا جرافكس ولا شيء ولا هم يحسون، بس انا استمتع. ليش لا تسالوني الصراحه، لكن استمتع. جرين هام كليرلاند، لازم نختار مكان. لعبه حلوه لو تذكرون رم وورد ولا بعض الالعاب اللي هي العاب اداريه فيها مانجمنت، فيها شوي وحوش، فيها بعض الامور هاي كلها. ف ناخذ شويه من كل شيء طبعا ونبدا نسوي مدينه. ما اعرف بس هاي جرين هام شكلها مكانها زين، لان ابغى مكان يكون فيه ماي وكل شيء في نفس الوقت. والله هذا بالمكان بعد شكله زين، هذا زين، لا هذا صوب الساند، ابغى شوي صوب هذا الدارك لانه في شغلات ميته هنا انا شفتها من ساعه. زين، كنت اشوف الكنترولز مال اللعبه والتحكم وهالسوالف وهاي الامور. والله هاي المكان شكله مكان ممتاز استراتيجي، خلينا نختار هذا المكان ونبدا الخريطه مالنا. طبعا والله صدقوني عنوان الحلقه الالعاب ما حد يلعبها غيري. من يلعب هالالعاب؟ من يلعب هالالعاب؟ اوه عجيب. لحظه، ها شو رين كولكتر، رين كاتشر. اوه يشلنا ماي هذا. بيت. اوه مزرعه، نايس. في تور. زين، خلونا نسوي قريتنا قريب هنا على اساس نحتل هالقريه على طول. انا اظني بسوي مكان هني او هني عند الشير هذا. في ماي عندنا، في ماي عندنا. انزين، خلنا نحطي الكامب مالي في الوسط هني، مكان استراتيجي جدا. طبعا ما حد في القريه الا تشوفوا مره واحده يطلعون كلهم اذا نحن قررنا ان نحن نسوي هالسوالف. خلنا نشيل الشير اللي هني وبعض الحصه اللي ورا البيوت، خلهم هنا. اوكي بس نبه احتل مكشفت، لا سيدة ابا مزرعة. جيبوا الموارد، جيبوا 16 خشب، نايس. ونبا رين كاتشر انه يكون عندنا ماي. والله تبون صدق اباهم كلهم، كلهم يبوا لهم خشب بس. فالخشب اظني مقدور عليه، خشب اتصور انه مقدور عليه وبقوة. خلنا نسوي خشب يعني، هذا كله يشلون. يلا شلوا كله، ما نبوا هذا كله، لان اول مبنى انا راح اسويه نايس بعد مزرعة على طول. اكل هذا يحل مشاكل وايد. طبعا من اساسيات اللعبه نفس اساسيات كل لعبه، محتاجين اكل، ماي، موارد، حصى. بس هني يمكن يكون في شويه وحوش، والوحوش هذه اللي راح تلعب دور كبير جدا 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 من الاقتصاد اللي نحن عليه جدا جدا. طبعا حلوينهم يعني، شوفونهم لو تشوفونهم محلاهم. اي لايك ذم الصراحه. الجرافكس صح انه بيكسل وتعبان، لكن يعني اللعبه حلوه. انتم تعرفون مش كل لعبه هي الجرافكس مالها يعني. في بعض الالعاب حلو يكون شو انكم. بما ان عندي انا انفلونس اكتشفت انا هالشيء في اللعبه، خلونا نساعدهم شويه، نشيل من هني، نخلهم خلى الفلوس مالنا خسره. ما عليه، مد الماوس او سكيب عشان نكنسل التول مالنا. الحين يحتاجون خشب، الحلو فيهم تشوفهم على طول رايحين على الخشب يعني. انزين، خلونا دام سوينا بيت نحن وسوينا هالسوالف، تعرفون شو نبى؟ نبى مكان هارفستنج. هي نبى مش ماينينج، نبى لمبر شاك اللي هو عند الخشب هذا، راح يبني لنا معظم الخشب. جهز بلد فيرست فارم مونس اساين وركرز. اوكي الحين استوت عندي اول مزرعه، بس اول شيء خلونا نحط مال الخشب. خلونا نخلي مكان نوعا ما هني زين، ولا خلنا نشوف مكان حلو حق احطيه هني عند الغابه مع نفسه. لا هني بيكون دفاع عنا صعب، انه لازم ابني ابراج على ما اذكر. انزين، مزرعه ما فيها عمال، بحطيها عاملين، بحطي للمزرعه خلهم اندر ستافت. ليش اندر ستافت؟ عندي عاملين. انزين، نبى نحن بعد شغله ثانيه اللي هي فود اند ووتر. اوريدي نحن غطينا لان استوى عندنا ووتر كاتشر، نحن ان شاء الله بيقدرون يشربون منه. ماي ان شاء الله تمطر بس. انزين، ما نبى مخزن، ما نبى ريفايننج حاليا، ما نبى هالسوالف، ما نبى ماجيك، ما نبى بيوت. ابى احطي شيء يسوي لهم معدات. سبورت بيلدينج ذات كان ستور اولموست اني ريسورس. اوكي كان ستور 24 ايتم تقريبا. مينتننس بيلدينج بروفايد وركرز و كان ريبير اند ديسمانتل بيلدينجز. اوكي انا الحين اقدر اصلح المباني. ماركت بليس وي ميكر شاك، هذا شو يسوي؟ هذا يسوي الشوارع. للحين ما عندنا نحن شوارع، ما نبى. خلا نشوف نحن نسوي سمول فاونتن اول شيء. شو يباله؟ يباله 24 حصى
لا مو بنسوي عائلة، إذا يبالي حصة من أولها فبسوي ساعدوني الهاربستنج مايننج فاسيليتي، بنحطي مايننج هني عند الحصة اللي نحن ناويين نشيلها. هذا شو؟ هاربست فود اند ووتر، يقدرون يشلون الماي اللي هني؟ هي يقدرون يشلون الماي اللي هني. في أكل؟ أشو؟ ريبومز، أوكي. في أكل، في أكل، فلاورز هذا غيره. هذا أشو؟ جزر. هلا شل الجزر اللي هني؟ عيد والله هو، بس محتاجين أكل. يعطيني مربعات وين الأكل؟ أحب أروم ألغي. hold x to unassign. اوكي x لما هني لانه وايد بعيد، اقدر اشيل الاكل اللي هني بس يساعدنا شوي. تور تور، عندي تور ما اقدر اشيله الحين، برع اعطني برع عن الطاقه طاق. ما في ارسال نو وركرز. انزين وين صار الوركرز مالنا؟ ووتر ماستر نبا 2. اوكي اساس لو مطرت يا اخي وين صار عمالنا؟ عيل راحوا هني وهناك. هاي شل لوك باث 4. ها شو قاعد يسوي لهم شوارع عمهم يمشون؟ نايس. شوفوا عندنا حصى، عندنا السوالف، عندنا هاي الامور. وعندنا خشب قاعد بي الحين ات افاليبل وود، بس اعطني الود بعد ما خلنا نسرع مهمتهم شويه، خلنا نسرع المهمه بس ما يقولون ما ساعدناهم. خلين يبنون، عندنا 12 بلدر يا جماعه ما يكفون. شوفوا نايس، يخبرون وين يروحون. خلنا ندق لهم اشوف. ايوه وين رايح؟ لحظه لحظه، تعال تعال تعال. اوه شو يسوي هذا الحين؟ سؤال، منو عطاه بريك؟ ما عنده بيت، زعلان. خلنا نبني لهم لحظه، على طول يبون بيوت. على اي شو؟ ما نبغى نسوي لكم بيوت على طول نحن، نبغى يعني. نبا حقهم هاوسنج، هاوسنج نبا نفس هذا بيت، بيت اوت اوف سلوتس ابجريد يور كامب. خل اللعبه تمشي على الابجريد يعني. خلنا نسوي ابجريد حق هاي. 6 وود 6 روك، المفروض احنا مغطيين كل شيء عندنا. نو وركرز اجين. زين خلينا نحط عمال لمبر جاك ووتر. اوكي اوكي، في اثنين اوريدي موظفين، وظفنا اثنين وظفنا اثنين، بس مش قادر اوظفهم كلهم لسبب من الاسباب مش متاكد للحين ترى عندنا نحن. تو لايتنينج لارج فاير بيت. اوكي هذا بيزيد نطاق نطاق شو اسمه. خلينا نرفع اولويه هذا. لحظه، إذا رفعنا أولوية بناء هذا الحين بيجيبوا له هو الموارد صح؟ وعندي أوريدي ناس مفروض إن هذا يكملون أصلا. خلنا ها شو ناقصنا؟ خشب أوريدي ساعدتهم. خلنا نساعدهم في الحسبة. خلنا نساعدهم في الحسبة. نجيب لهم حصى على أساس إنه يخلصون بسرعة. بس والله اللعبة كمبدأ أحس حلو، بتكون لازم من أبراج دفاع وغيره بعد. اللعبة راح تكون يعني شوية نايس، شويتين شوية شويتين نايس نايس جدا 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 للغاية. لحظة هاي وين كلهم يروحون؟ اوكي ما عندنا صف يداومون، ما عندنا ناس يداوموا هنا. زين اذا نقص موظفين هنا يروحون مكان ثاني ما اعرف. انا البوبوليشن مالي 14، اذا نقص وظيفتي هنا المفروض يروحون اماكن ثانيه، المفروض يروحون. استوى عندي 13 متطلبات مالي الحين، في اثنين راحوا على الوظائف مالهم. نايس، بس لازم انزل، لازم انزل هاي، لازم انزل من عددهم. والله للاسف للاسف انه لازم انزل من عددهم. ما شو يسوي معاده انه نقدر نسوي الابجريد. انا عايبني موضوع الابجريدز يعني، مش لازم نقعد نمتد 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 نمتد، ممكن نسوي لنا ابجريدز ونرتاح من الموضوع هذا. استوى الابجريد معقول؟ أقول استوى الأبجريد. لحظة خلنا نشوف. قلنا لايتنينج، إي والله استوى الأبجريد.
هذا يزيد مدى وين انا اقدر ابني. وانا اصلا عندي وايد، ففكري اني هنا اخسر مواردي في البناء كله، فشو بسوي؟ خاطر اسوي برج، هذا شو يسوي؟ ايوه بيت حمايه، هذا مكان بعيد. اكتشفت باركس، اوه باركس مالنا بنخليه عند الداون تاون هني حق الحمايه القصوى. نايس نايس، بس وايد يبغى له موارد، يخرب بيته. زين كيف اني فيليجر زيداد؟ زين اول شيء خليني اسكن الناس اللي عندي بعدين افكر يبي. شو رايكم؟ لان الحين احس هذا لازم انزل الوركرز. زين هني ستة، اوكي ازيد الوركرز هني وهني. اوريدي في ناس سايره في الدرب. ماينرز بنحط اثنين بس، بنحط الماتر هذا ما بنحط هذا. لمبر جاك بنحط واحد زياده، بنقص واحد من هني، بنعطي اولويه حق الخشب، بنبطئ البناء شوي مقابل الموارد، لان بكل الاحوال البناء ترى يكون بطيء اذا ما عندنا ناس قاعد تجيب الموارد. فاحس من الحكمه اندرستافت، انا اعرف اندرستافت ولا ثلاثة من ثمانية بسكم. الحين في واحد سائر في الدرب يسدكم، المفروض ما تحتاجون اكثر، لان الحين اباهم يبنون لي. ليش؟ شوفوا الحين اربعة بيكفوني، المفروض ان شاء الله يكفوني، لان الحين كل اللي ببنيه شو مجموعة براكس اللي هي مكان حق الجنود نحن نبني فيه باذن الله. وشو نسوي؟ اساس ان حد يحمي المدينة، ونبى نسوي بعد. ما اعرف هل الاكل يكفيني ولا ما يكفيني. اتكلم عن الاكل، انا ما تجيك على الاكل خير شر. ما اعرف شو الستاتكس، الستاتكس مال اللعبة. انيمالز فيليجرز مونستر جنر، اوكي باك ديثس نيدز، ايوه افرج هانجر افرج. للحين ما عندي ولا شيء، الحين ما عندي ولا شيء اني انا اسير اتشيك. بس حلو الستاتكس مالهم، ظني وايد حلو. سورس فاليو عندنا موجود، عندنا مش لوحة المشاكل. اللعبة ترى ايرلي اكسس، وبعدها جلوبال سبيد 2% الى اخره. اوكي نايس. ميوزك روم اختاره، نايس. ان شاء الله ما يزقعنا كوبي رايت على الطاير، ما نبدل لان اللحن حلو. انا عايبني الصراحة في اللعبة. شوف ثلاثة فوق راسه، شفتوا؟ شوفوا كم حبة بيشل، واحد اثنين ثلاثة، مسكين. زين بنعطيه شيء قاري، شيء يشل فين. زين شو الترتيب؟ نايس. الحين قام يبوننا موارد، بما ان استوى عندنا اماكن شغاله، فهم الجماعه قاعد يبون موارد، وعندنا البلدرز قاعد يبنون، واللي المفروض يكون البلدرز ترى كفايه عندنا حاليا. لان الحين احنا شنو بنسوي؟ بنسوي سمول فاونتن بعد في نص القريه هني، اتوقع مكان استراتيجي هني. اوكي يقول لك كنت اعرف الاولويات، هي اقدر اعرف انك غير اولويات. هذا من اول الشغلات اللي تشيكت عليها. هذا شو يباله؟ سمول فاونتن يبالي 24 حصة، مفروض ان احنا نكون اوكي في الحصة. كم حصة عندي؟ عندي 11 حصة، مش وايد اوكي، بس زين بس زين. في اعدادات هنا انا شفتها، ايوه انفينيتي يجمع لين يقول امين. خلاص هذا بعد نسوي انفينيتي، دك شفت كليك على الزايد يحوله لانفينيتي، يعني الى ما لا نهاية. يقدر يجمع لين يقول بس خلاص، بس لازم نحدد لهم وين يجمعون ترى. بس اظني مع الوقت اصلا بنبتد هذا كله راح يختفي اصلا. عرفوا ان البشر من يسيرون الى مكان يمسحون المكان عن بكرة ابيه. زين فخلنا نسير هني. يا سلام يا سبني بيت ثاني، انا اخاف انهم زعلانين ولا شيء، للحين ما اعرف احداثيات اللعبة. انزين خلنا نسوي لنا، انا بعرف بس للحين ما عرفت وين هاشي يسوي. allows villagers to send some villagers to nearby regions one per day. لا واي ميكر شاك بروفايدز هو كان كرييت من تين رودز، شوارع. في حد يسوي لنا شوارع؟ انا حساب اسوي عقب. هاي نفس اللعبه اللي لعبناها، نسيت اسمها لو تذكرون. لازم ابني مبنى، المبنى هذا يربط الشوارع. هذا ستور بعد، ماركت بليس، هذا مكان صيانه، يسوي صيانه حق المباني. يوز تو ديليفر ريسورسز تو نير باي ريجنز، اوكي نايس. اقدر اسوي اكثر من منطقه على الباين. الدفاعات احنا قلنا تاور، هذا شو يسوي؟ اوكي تورات ثانيه، نايس. نقدر نمتد بطريقه او باخرى. هارفستنج نحن كريستال، ما اعرف شو الفايده منه الحين، ما قاعد وايد اركز عليه.
عندنا ستورج لازم نسوي مخزن كريستال ستورج الى اخره فود ستورج اوكي مكان يخزن فيه الاكل هذا شو يباله 32 وود خلنا نسوي لنا مخازن هم نسويها منطقه مخازن زين ولا هاي نسويها منطقه مخازن وهني نمد بيوت ومن بينهم شارع فراغ واحد ما خلي مخزن اول جولد ستورج ما نبغى كي شاك هذا حق المفاتيح وش يسوي في المفاتيح خلينا نحطي ورا اوكي لا ما نبغى نحط شيء ما له داعي الحين اكوبمنت ستورج اوكي هذا اللي يسوون نبغى الحين اكوبمنت امو ستورج هذا حق الطلقات وربع وهاي السوالف مانيفاكتشرنج اوكي هذا فنان بروفينس وكان تيرن ايرون اجنت انتو ارمر اوه هذا يسوي اسهم ورماح وسوالف واقواس وهذا يسوي رصاص يا سلام ايوه هذا يسوي تو اوت اوف بيلدينج ابجريد المشكله في هذا لازم اتم اسوي له ابجريد انا 24 ساعه ايش يبال حق الابجريد 12 حصاء 12 خشب هذا سهل المفروض الابجريد حقه بس وين الحديد هاشو ديد تريز نبا حديد 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 هاشو عطاني شي هاشو ها صندوق ما هذا صندوق زين وين بيروح الحين يشرد عني صندوق يخرب بيته تعال 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 ايش صاير؟ لوت بوكس ما يخليني اسوي شيء لحظة ما بيفتح شكله طفر بي ما طايفته وصل القرية اذا متى بيفتح؟ اذا ما فتح محاولتين غير خلاص برايه ما بقعد الحق طول اليوم انا لحظة خليني اوقف في القرية اوكي؟ قام يبتعد والله عيب عليك تنك سمعتني ليش ما يستوي شيء الا يوم نقول نتكلم الحين خليك في القريه هنا بعدين انا ما اعرف شو سالفتك الصراحه للحين راسي قام يحكني الصراحه زين تول سميثي انا ما عندي مشكله مع تول سميثي الحين قاعد اسوي ابجريد حق هذا في كل الاحوال لكن عندي المشكله الحديد من وين نيب حديد انشنت جيت ريكلين برع احد بس ابى اعرف الحد وين انتوا اي حديد ايرون اجنت يعني ايرون اجنت من شو يسوونه زين هذا معناه في عندي واحد يسوي الايرون اجنت يحتاج ريفايننج فورج اوكي ابروفايد هو كان سملت اور اجنت and gold ignit into gold coins to little bind اوكي هذا الفورج يسوي لي هالسوالف هاي out of building space لحظة خلنا هذا يخلص لان هذا عندنا small food storage و equipment storage حلو من يخلص هذا خلنا نعطي اولوية رقم واحد من يخلص خلي اساعدهم شو ناقص هني حصة الحين بساعدكم في شوفوا يطلع من الليبل شوفوا gold ignit ايرون اور هذا ايرون اور نايس لا في يطلع من وهم يحفرون يطلع لهالسبب يمكن احنا نحتاج كميه كبيره هنا عندنا الماينرز هاي اللي يسوون شغلات كبيره وايد اوه اتس فيري 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 نايس انه ممتاز للغايه يا سلام بس مشكله مره مسرع اللعبه انا متعود ولا هذا speed controls warning speed controls very new experimental اوكي يقول لك هذا شيء تجريبي ومش متاكدين من فعاليته فانتبه على حالك انا بس بتري هذا اوكي توي اشوفه سوري بعد اللعبه جديده لازم نستكشف انت شو تبغى ووتر زين شيء ماي هنا شيء ماي نحن بهذا ابجريد بس عشان نسوي واحد يقعد يسوي لكم سامان تشتغلون اسرع نبى نزيد فعالية شغلكم نبى نخليكم مستانسين فاستوى عندي هني هو جولد اور هذا
رو فود عندنا اكل، بس الاكل مش اوكي ابدا. فتستونز، وين الايرون يا جماعه؟ ايرون اجنوتس اخره، مش قادر احصل الايرون نفسه. بس اتصور انه ممكن انتج البلاوي هنا شغلات ما عندنا. اوكي شغال صح، توتال جولد كوينز اوكي ممتاز. من هذا الحين يخلص اللي راح يصير كالتالي. اللي راح يصير ان لحظة خلنا نبطل اللعبة اجين ونسوي الفورج مالنا عند المال حصل، لان مال حصل هو اللي طلع لنا الايرون اجنتس وهالسوالف صح. فخلنا نحطيه بالضبط تحت المزرعة زين، نعطي هذا اولوية زين. ترى اللعبة خلهم يبنون لنا هذا، بنحط فيه موظف، بنقص من الماينرز والنمبر جاك، ولا يمكن اهي بنقص منهم لان اوريدي عندي انا حصة تقريبا ما فيه الكفاية حاليا لين يستوي عندي. اعرف كيف اجيب رويين زيادة زين. مشكلة الحين ما اعرف شو وايد مشاكلهم، انا لازم استكشف مشاكلهم. قد ما شرت ماي ريجي ناشف، ما اعرف ليش، يمكن اللعبة منشفة ريجي من فيها حدية اللعبة. بس اتس اوكي احنا الحين شو بنسوي؟ اللي راح نسويها شو يبا؟ لحظة يبا شيء ثاني هذا صح؟ لا اوكي يبا له ركو هذا بس، هني ما يبين عندي ولا لا هذا هني. كات ستونز، ستونز كاتلري عندي. داسك هاز ارايفد، اوه مكان مغبر ضربوه. لان هذا ليش ما ينتج لناها قصات حصة؟ لان هذا ستون كاتو شو يسوي؟ كات ستونز شغلتها، كات ستونز كان ريفاين، كات ستونز مانيفاكتشرنج. بس الغريب انه ما في حد قاعد يقطع هني الحصة. كان ستور روكس جولد وايرون اور. اوكي الايرون ذهبي نفس الشيء بس ضعيف، اظني هذا بيكون هو جولد اجنوتس. الايرون نفسه بيكون بس ضعيف، هذا هو ايرون اور، عندنا ايرون بس هذا المفروض يسوي لهم حصى. الغريب انه ما قاعد يسوي لهم حصى. اني الغريب انا بيسلب في البلجر ستو تايرد اند هاف نو وير تو ريست دي اوتسايد. اوكي اذا ما عندهم مكان يرتاحون فيه عادي يرقدون برع، وانا ما ابغى هالشيء يستوي صح. انهم برع لنا صحي ابدا 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 انهم يرقدون برع. خلنا نبني لهم بيوت، خلنا نسوي بيت لفوق شوي بس انا تحت عند الماي زين. وخلنا نبني عند الماي هذا هو ليل. لعبة تخوف. حطينا نحن ماي صح، حطينا ماي اوكي، في ماي يعني. بس المشكلة هذا ما قاعد يحصل كات ستونز. واي ماذا فوك ستون كات؟ لازم يسووا لنا حصى، لازم يسووا لنا حصى، ما ينفع الوضع بالطريقة هاي. ننقص عامل واحد، عامل زيادة في لين عندهم. بننقص اللمبر جاك لان عندنا خشب وايد، وبنحط واحد زيادة في الستون كتر. اظني هذا لازم يسوي فقط، ما عندي حل ثاني اذا اباهم ينتجون حصى. الاثنين بعدهم ما وصلوا هذا، لازم يسووا لنا كتستون حق منو حق هذا. ما اعرف اذا هذا اقدر اسوي فيه، مره ما اسوي واحد يسوي لي كتستون. اوكي وضع مش ولا بد يعني. نو افيليبل كتستون، والكتستون مفروض هني طلع عندنا. other housing defense refining هذا هو بالضبط هو ولا لا؟ هذا اللي نحن مسوينا شيء ثاني، اللي نحن مسوينا harvesting اللي هو هذا mining facility، اما هذا غير، هذا اللي هو refining تعديل الشيء. فانا بسوي هذا وين صار refining، لازم اسوي ستون كاتلري غير. يا حبيبي موضوع شوي معقد اكثر ما تخيل. ها
هذا المفروض ارده اثنين، هذا ازيدهم هاي عقب بنقص كم فيليجر. اوكي اربعه ارجعهم يبنون. خلينا نسرع اللعبه شوي، خلي يستوي عندنا ستون كاتلري، خلي يقصون عشان نقدر نبني. الموضوع مش ببساطه يعني اللعبه اللي انا تخيلتها منها ممكن تكون، لكن اتس اوكي ستيل يعني بعدنا يعني خلينا يعني لا زال يعني في وسعنا التصرف في الموضوع. شوفوا كيف يبع راسه، انا ابي تشوف كيف يشيل الخشب، والله عجبني كيف اللعبه يشلون فيها الاغراض، بس فيري نايس الصراحه. واو انا عجبتني الصراحه اللعبه هاي، يمكن ادمن عليها هاليومين، يعني انا اسف يعني اذا ادمنت على اللعبه، لكن اللعبه والله مسبب الادمان ترى الصراحه يعني. انتم لا تلوموني يعني، بس اللي ناقصني ابني بيوت والله حقهم الحين ابني بيوت. ان شاء الله بعد ما اسوي هذا، لان محتاج ايرون اجنوت وعشان ابني ان حد يبني لهم الاماكن اللي هم يرقدون فيها ويشتغلون فيها ويسوون فيها، يمكن نقص الوظائف نسوي اعاده موازنه بسيطه حق اللعبه. لازم كل شيء يبالي اعاده موازنه، شوف ايش كثر عندنا حصه وايش كثر عندنا هالسوالف، عندنا وايد شغلات ترى. زين بس شو بنسوي نحن؟ نبي نسوي بعد في نفس الوقت ستور عندنا اوريدي، عندنا سمول فود ستور الى اخره، ريسورس مانجمنت اوكي يقول تقدر تسوي الى اخره تسوي مانجمنت. نحن نعرف هالشغله هاي، وقلنا بننقص واحد من واحد من اذا نحط اثنين على ستون كت اللي هو كل اللي انا نحتاجه، ميك انفينيتي منتين اظني بحتاج ستون كت فوق الخمسين، خمسين بعد وايد، انا اظني خمسين وايد، بس بنسوي خمسين على اساس انهم يشتغلون، حتى يمكن ننزل وظائف يمكن ما احتاج هالكميه الكبيره من ستون كت. الحين قاعد اسوي هالكثر ستون كت لان ابني منو الفورج، فبنقص وظيفه واحده وبخلي هذا يسوي لي ايرون اجنوت على اساس احافظ على عدد العمال اللي عندي قاعدين يشتغلون حاليا. خلينا نسوي اللعبه متوسط ترى، انا احس انه احسن ترى ممكن اقام حاليا. انزين خلنا هذا اظني يباله اكيد بيكون يباله ابجريد. زين وما عندنا نحن تولز اي شيء، توي انتبه لهالشيء هذا، كل شيء موجود هنا، اقدر اشوف كم عندنا تولز، كم عندنا هذا، كم عندنا ذاك. الحين الهدف عندنا هالحلقه ان شاء الله انا ابني يا اصدقائي شو اسمه الفورج، وعقب ببني قلنا مانيفاكتشرنج التصنيع، نصير تحت تود سميثي قلنا بنبني واحد شو يسوي لهم اللي هو هذا بعد يباله ستون كت ستون صح، ايرون اجنتس يباله ايرون اجنتس، بيكون عندنا نحن المبنى جاهز هني قلنا بنخليه حق مخازن، هذا معناه المباني حق الفورج وربعه كله عند بعض، خلهم يتناقلون كل شيء قريب من بعض، يعني هذا يجيب حصة هذا يقص الحصة، هذا يجيب الحديد من اللي يجمع حصة، وهذا يجيب منهم كلهم باقي الموارد، ومحتاج قصات حصة طبعا هذا ما راح يقصر وياهم الحين. شوي قاعد اتكلم بسرعة بس ما عليه، لان نحن محتاجين نوع من انواع الترتيبات عشان نقدر ننتج، وايد مهم ان نحن ننتج حقهم ادوات الحين، لان ادوات بتسرع شغلنا وايد اكيد هذا شيء مؤكد منها. اوكي ماتنج دو يو نو ذات نيومي هارت هاز فاوند ا نيو ميت، اوه عجيب في وحده تزوجت ومستانسين وبيسكنون في بيب في بيب في بيب في بيب طخ في بيب في بيت وبيبون ولد بعد، يا سلام. وهم يدامون يقول لك لا رومانسيين بعد يروح يزورها والشباب وحركات الدنيا وكذا خلاص ما بتكلم في الموضوع، تعرفون السوالف صح؟ لا داعي اقول لكم يعني، ما له داعي اقول لكم صح؟ طيب زين توتال باركس كاباسيتي، نحن عندنا باركس وما حاطين ولا جارد، خلوني قلنا نحن بننزل عامل مهني وخلنا نحط حارس واحد بس. والله هو اندر ستافت واحد ما يسوي شيء، بس على الاقل عندنا حد ممكن انه يتمشى ويحمي حد، يمكن ينذيب ولا شيء ولا هالسوالف، انا اتمنى انهم يتكاثرون. فبنزل العمال الحين شكلي بعد مره ثانيه من كل مكان، لان عندنا موارد ما فيها الكفايه، يعني مثلا هذا بنزل عامل واحد، انا اعرف انه اندر بس بنحط عامل ثاني وين هني انه يسوي لنا الايرون اجنوتس، يعني يحولنا الحديد اللي عندنا هني، احنا كان عندنا حديد في الستور وين صار الحديد 38، عندنا حديد وعندنا ذهب. فبرودكشن نحن شو نبه ميك انفينيتي 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 الاخر، هذا شو جولد كوين لا مش انفينيتي نبه ما اعرف شو 15 حبه. زين هني لازم ما يستوي ازيد 10 10 اوكي هني بسوي 20 اظني 30
اوكي والجولد اجنود بسوي 20 15 اظن. اذا احتاجنا زياده نقدر نزيد العمال لان اصلا مش وايدينهم، ونحن لازم نسوي سميثي الحين بعد اللي هو بيسوي لهم معدات نسرع شغلهم شوي هالامور. بعدني اتري البيبي مالهم ايه. انزين الحين يا عم بنى البيت الحين الحين شوي ارتحنا اقدر ابني شوي البيوت يا جماعه الخير. ف ابجريد كم بيزيدني مبنى؟ بيزيدني وركر سلوت بلس 1 بلدرز جنريتد بلس 2 بيعطيني بلدنج سلوتس يعطيني 4 مباني زياده. بس لازم اكون وايد حريص شو قاعد ابني حتى لدرجه هاي افكر انا اهدمهم سبت هالموضوع هذا. بس بنحتاج مال اكويبمنت ومال الاكل هذا شيء اكيد، انا شبه متاكد ان بنحتاج هالاثنين. احس انهم اكثر اثنين ضروريين ممكن نحن نسوي لهم يعني ونهتم فيهم لازم اهم شيء. هلا نسرع اللعبه شوي، نحن الحين في السنه الاولى اليوم الثاني، ان شاء الله نعمر ونعيش كم من سنه في هاللعبه هاي لنا ما عمرنا يعني. انا جايب العيد انا جايب العيد انا جايب العيد وكون يعني بس تكونوا متمللين بعد حلقه طويله. تعال فنان يا اخي ما يمل المنظر، شوفوا كيف يشلون السمان وايد حلو. اتساءل الحين دام في رصاص، انا شفت واحد يسوي رصاص، هل بيتطورون ونقدر نجيب لهم معدات ثانيه؟ هذا سؤال فعلي يعني. شوفوا شو قاعد يجيب الجولد اجنت على راسه مسكين. نبغى نجيب لهم تولز، انا لهالسبب انا بجيب لهم معدات يشتغلون فيها. بشوف هل بيفرق وايد ولا ما راح يفرق وايد معاهم. خلنا نساعدهم شوي، عندي انا هذا ساعدهم على سؤال وايد ساعدهم وايد ساعدهم. شوفوا كيف يقطع الخشب، عندنا خشب وايد ما نحتاج كلها عمال خشب. غير انا بروح استوي تعامل خشب حاليا. خلنا نساعدهم لان ما عندي عمال وايد والله. قاعد انقص العمال شوي عقب شوي شوي عقب شوي. اوكي ما عندي enough influence بس يكفي اظن المساعده هاي تكفيهم يعني. بس نبى بيت بعد، نبى بيت الحين من يسوون ابجريد لان الحين قاعد يسوون ابجريد حق هذا. بس خلونا ندق عليه ستوب، خلي يخلصون هذا. لحظه خلي كلهم يجون راس مالي ثلاث، خليهم يشتغلون. والله شغال هذا مسكين جدا شغال. خلنا نخلي تركيزهم هني ان نحن اللي بنبني بيوت. لحظه البيت نفسه يستوي له ابجريد. لحظه اقدر اسوي له ابجريد. هاي اكسبنس هاوس ستاندرد هاوس هاي كواليتي هاوس. اقدر ارفع الكواليتي ولا السعه؟ الحين انا محتاج السعه. هاي زيدني 8 زيدني 8 تعرف ايش زيدني 8 امس بحس بسوي حق هذا ابجريد بيت الاساسي. اسرع شيء ما في اسرع. زين تعال هات الخشب. كم خشب بتجيب؟ اثنين ثلاث اثنين شوال صح؟ شوال واحد لا شوال اثنين. شو قلت لكم شوال اثنين؟ خلنا هذا خلنا نجيب لهم وهذا هذا. ياب خشب ياب خشب ياب خشب ياب خشب. حط الخشب هني. بنون ولا بتبنونه ولا كيف؟ سؤال بتبنونه ولا بيطرد يعني؟ والله مسوي بجريد حق البيوت. نايس نايس. يعني الحين اقدر اتصرف في الاربعه السلوتس الاربع المباني اللي داد بيوني في شغلات ثانيه لان انا اقدر اضيف ناس. لان الابجريد هنا شوف كم شغله يعطيني. هنا يعطيني بس واحد بس كواليتي عالي. هني هاوسنج بس ثلاثه زياده. هني ثمانيه. انا طبعا بما انه ما عندي مكان حقهم صرت على الثمانيه لكن يمكن مع الوقت انا اسوي شو. اخي ليش ما شلت هذا مهني لهني يعني؟ هل هو عيازه ولا شو؟ ها بخرب عليك. ليش ليش قهوه هني ما يستوي؟ يقول ما عندي اظن يبغى فل. هذا هذا يستوي هيلينج اورا. انزين نو برودكشن وركرز. بحطي عامل واحد ابغى يسوي 200 1 سورد 1 هذا من كل شيء حبه من تي يسوي كل شيء حبه لان هذا ما اظن بنحتاجه حاليا وما اظن يقدر هو يسوي هالكميات الكبيره اللي انا ممكن اطلبها منها لانه هو واحد بروحه قاعد يشتغل وانا ياس انقص عمال تراني يعني. فلازم انقص عامل هنا على اساس يروح هنا فاستوي عندي عمال بناء اقل.
لكن هذا اللي هو بيخدم. المهم يا جماعة الخير طولت الحلقة وايد، هاي كانت حلقتنا اليوم من لعبة رايز تو رونز. إن شاء الله تعجبكم اللعبة وتريوا منها سلسلة بسيطة إن شاء الله. فتيكم مشكورين على متابعة الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.